صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداقا. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداقا. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقا. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقا. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلاقا. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلاقا. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثاق. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك السلام عليك.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه، تعالى مجده وعتم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فاق
جرت به في أقدار القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وضرجت برد العوالم بفراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب يا لقلب سروره قد توالى بنور جل من شرف جل من شرف
تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد، وتلوخ على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله، والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا، فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله، وأقبل عليه غاية الإكرام صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوة المجد بقربه، وتفيأوا دلال الشرف الأصلي بوده وحبه، ما عطر الأكوان بنشر ذكره النزيل. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرسول الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة البضان، فما من صلب ضماه إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه، وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهور وبار، فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف، وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين،
وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن الزنين تذوي لما حفظه من سير أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة، ولا عند التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة الله.
وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في سأل هذا الحبيب من أخبار وآثار. ليتصرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلق بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر
إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أسلب وبطون من شرفت من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. وتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت أنشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الضرة وسونها. فحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشر بعد الشر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج. والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة. وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في عملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قربا ونوطع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار جود الإله على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نور كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من تم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وطعه أمه تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة له في هذا الصمات الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف البر من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفنق صبح الكمال من النور عن نمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله والتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى يا حبيبي يا
نحواتك المنازل
مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بالعشية والبكور مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي كل من في الكون يهمو سوري سهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد محتونا مكفولا مقطوع السرة تولد ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب
ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم صفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الصفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم. قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقصريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرب والظلمة والكشاريرة أن يشاري. وسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابتي بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا بر الرؤوف لا يكون ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المختوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر تبي تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه فما من خلق في برية محمود
إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذ دلى نجم الشعان بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الخدم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مخيب مخيب مسوق خيب. حب أحمد قلبي سكن يا عين والفتاه
سيما ما في الحسود سيف الإله ابن الولي. قل يا عظيم أنت العظيم صوت همنا أنت عظيم وكل يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانا استغنى لك والأوان دانا والأوان دانا. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانا استغنى لك قبضات الأصلية وذوي البجات السنية ولو رطبات العلية من إلى باب الريانة باب الريانة. يا طيبة يا طيبة يا دوا جنة نارا باللبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن. إن في الجنة يا رسول قد عبانا قبه فضلا ومن جد علينا بالتداني نرتجي منك المنن.
جد علينا بالتداني نرتجي من كلمنا إن في الجنة نارا من لبن في علي وحسين وحسن في علي وحسين وحسن زرت شوقا وكراما في هوى البدر الحسن رجيا منه ابتساما من له روح ثمن رجيا منه ابتساما من له روح ثمن إن في الجنة نارا من لبن في علي وحسين وحسن في علي وحسين وحسن ورأى الطير حنيني وبقى عظما وحن ورأى الطير حنيني وبقى عظما وحن إن في الجنة نارا